زين. فعلم الفرائض، علم الفرائض هو احد العلوم الشريفه اللي لما نفقد اي ضيف او اي عالم فينا تاثر شخصيا، ويعز علينا ان ياثر فينا هذا الشيء. طبعا الاستاذ مكي غني عن التعريف، هو احد علماء الفرائض في البحرين. علم الفرائض في البحرين مميز عن العلوم الفرضيه اللي تستخدم في كل دول الخليج. يعني انت لما تبحث في كل دول الخليج كطريقه وكعلم ما تجد نفس الطريقه اللي تتبع عندنا احنا في البحرين. كذلك يعني علم الفرائض صعب ان